مرحبا بكم، انا عيسى المهيري. وين ما اروح وشو ما اسوي احب اشارك ربعي هالاوقات عبر التواصل الاجتماعي، واليوم بشارككم انتو تجولي في ابوظبي. تابعوني. فترة الفترة حلو ان الواحد يصير مكان هادي يستمتع فيه ويريح ويشوف مناظر خضراء. فتبون تعرفون وين انا صاير؟ تابعوني. قررت اني اغير من الروتين اليومي وازور المتجه الشمالي في حديقة ياس، لان كل حد يزور هذا المكان يقول انه كنز مدفون. فخلونا نشوف شو صار هذا المنتزه. تنقسم الحديقة القسمين، المنتزه الشمالي والمنتزه الجنوبي. والحلو في هالمنتزه ان كل ألعابه مظللة عشان تحمي اليهال من أشعة الشمس. وواحدة من أحلى مميزات هالمنتزه ان في مكان مخصص للشوي، يعني هالحديقة ممتازة في الشتاء. عدليتني جاي بكورة وياي لأن المكان فيه ساحات كبيرة تقول لك العب وانت مرتاح، شوت الكورة وين ما تبى، أو حتى تقدر تطير فيها طيارات ورقية أو بس تبسط وتستمتع في هذا الجو الجميل. وفوق هذا في المنتزه الجنوبي شي ملاعب تنس، عاد دام انهم متحمسين باخذ لي سيلفي وياهم. الحديقة مؤهلة انكم تسوون فيها رياضة لان فيها مسارات وممرات للركض والسياكل، واذا عندكم حيوانات بعد تقدرون تمشونهن وياكم. حرام ما وديت اليهال المكان، قالوا لي يبون يطلعون لكن انا عارف وين اوديهم. ها شباب، شو رايكم نصير حديقة هني قريبة وحلوة؟ اوكي. يلا سلامة. يلا ما مشكلة. نصير؟ يلا. يلا. الحديقة اللي نحن فيها يسمونها حديقة الأنابيب. فأنا ما عرفت شو سبب التسمية، أول ما جيت لاحظت هالأنابيب الحمراء فعرفت ليش سموها حديقة الأنابيب. خلنا نصور الشباب. شباب! نشوف من يوصل أول. الحلو في هالحديقة أن فيها آلات موسيقية يدبشون عليها اليهال وتطلع لهم سيمفونية. استانسوا عليها وأنا بعد استانست عليها. سعيد. نعم. تسمعني؟ زين بقول لك شيء بس لا تخبر حد. زين. عيبتك الحديقة؟ هي حتى انا عيبتني. يعني الحديقة مو بوايد عودة لكن مكان حلو انك تلعب فيه صغارية، وسهل توصل لها اذا كنت في مدينة خليفة الف. ها شباب، استانستوا ولا لا؟ وايد استانستوا؟ انا بعد استانست صراحة، حلو يوم تلعب صغارية.